مرحبا مشاهدينا الكرام اينما كنتم. اليوم ان شاء الله سنتعرف على هاتف سامسونج جالاكسي اي 9 2018 الجديد، والذي يعتبر اول هاتف ذكي باربع كاميرات خلفيه. وقد تم الاعلان عنه مؤخرا بشكل رسمي بعد فتره وجيزه من الاعلان عن هاتف جالاكسي اي 7 2018 بكاميرا ثلاثيه. رغم ان هذا الهاتف ياتي ضمن الفئه المتوسطه لهواتف سامسونج، فان الشركه تحاول من خلال الميزه التي اتت بها خطف الأضواء عن هاتف هواوي الجديد، خاصة فيما يتعلق بالكاميرا الخلفية ثلاثية. ويتوفر هاتف جالاكسي إيس 9 الجديد على أربع كاميرات في الخلف متموضعة بشكل رأسي، وتتميز هذه الكاميرات حسب الترتيب من الأعلى إلى الأسفل. الكاميرا الأولى إلترا وايد كاميرا تأتي بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4، وتعمل هذه الكاميرا على زيادة زاوية الالتقاط واتساع المشهد حتى 120 درجة. وبالنسبة للكاميرا الثانية تليفوتو كاميرا، فهي تأتي بدقة 10 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4، وهي مخصصة لعمل التقريب البصري أوبتيكال زوم حتى مرتين. الكاميرا الثالثة مين كاميرا، وهي الكاميرا الأساسية بدقة 24 ميجا بكسل مع فتحة عدسة جيدة F/1.7. أما الكاميرا الأخيرة ديبت كاميرا، فهي بدقة 5 ميجا بكسل وفتحة عدسة F/2.2، وهي مسؤولة عن تحديد العمق وتأثير البوكي، وأيضا خاصية اللايف فوكس أو ما يسمى بالعزل للتحكم في درجة تشويش الخلفية والتركيز على العنصر المراد تصويره. ويتوفر الهاتف أيضا على كاميرا أمامية بدقة 24 ميجا بكسل وبفتحة عدسة F/2. أما بالنسبة لباقي مواصفات الهاتف، فهو يأتي بشاشة كبيرة من نوع سيبر أموليد بقياس 6.3 بوصة وبدقة Full HD 2220x1080 بكسل. كما يتوفر على ذاكرة الرام بسعة 6 أو 8 جيجا حسب الإصدار، وذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128 جيجا بايت قابلة للزيادة حتى 512 جيجا بايت عن طريق بطاقة الذاكرة. ويعمل هاتف جالاكسي اي 9 بمعالج 80 نواة بتردد يصل الى 2.2 جيجا هرتز من نوع كوالكوم سناب دراجون 660. يتوفر الهاتف ايضا على بطارية بسعة 3800 ملي امبير في الساعة، ويدعم شبكات الجيل الرابع، تقنية الواي فاي، تقنية البلوتوث الاصدار الجديد 5.0، بالاضافة الى خاصية الـ NFC. ويأتي مع نظام تشغيل اندرويد اوريو مع بعض الخدمات والاضافات الخاصة بسامسونج مثل مساعد البي اكس باي وخدمة الدفع سامسونج باي وغيرها من الخاصيات المعروفة. وزن الهاتف يبلغ 183 جرام، ويبلغ سمكه حوالي 7.3 ملم. ويحمل هاتف جالاكسي اي 9 تصميم من الزجاج بجودة سلسلة هواتف جالاكسي اس والجالاكسي نوت. بالنسبة للجهة الخلفية للهاتف، فهي مصنوعة من الزجاج المنحني ثلاثي الأبعاد، يتوسطها في الأعلى مستشعر البصمة. الهاتف سيتم إطلاقه في مجموعة من الأسواق مع بداية شهر نوفمبر القادم بعدة ألوان، وهي الأسود والأزرق والوردي، وسيتم توفيره في أوروبا بسعر يتراوح بين 700 و$725 دولار أمريكي للنسخة 6 جيجا في الرام. أما النسخة 8 جيجا فستكون بسعر أعلى بقليل. إلى هنا نكون قد انتهينا من مراجعة هاتف جالاكسي اي 9 الجديد، لكن هل تعتقد حقا أننا بحاجة لهاتف ذكي بأربع كاميرات أو أكثر؟ أم هو مجرد تسويق للهواتف بين الشركات المتنافسة؟